ساحرة جنوب إفريقيا شارليز ثيرون. هي الابنة الوحيدة لوالديها، ولدت في 7 أغسطس آب عام 75 في مدينة بنوني بمقاطعة ترانسفال بجنوب إفريقيا، بعد 3 أشهر فقط من انتهاء حرب فيتنام. ويصادف يوم ميلادها يوم الإعلان عن استقلال ساحل العاج عن فرنسا عام 1960، وهو اليوم الوطني لدولة ساحل العاج. كما يصادف يوم ميلاد الممثلة الأسترالية أبي كورنش عام 82، والممثل المصري مصطفى فهمي عام 42، والممثل الأمريكي توبين بيل بطل سلسلة أفلام الرعب الشهيرة سو، والممثل الأمريكي مايكل شانون عام 74. وكذلك يصادف يوم وفاة الممثل الكوميدي الأمريكي أوليفر هاردي عام 57. في ذات الوقت واليوم والعام الذي ولدت فيه تشارليز ثيرون في جنوب أفريقيا، ولد الممثل الأسكتلندي يوهانز ماثيسون في أسكتلندا. برجها الفلكي والقمري كلاهما الأسد، وبرجها الطالع هو الثور. وهو ما يعني من وجهة نظر علم الأبراج الفلكية أن جوانب شخصيتها الخارجية التي تظهر لكل من يراها أو يتعامل معها تتفق دائماً مع جوانب شخصيتها الداخلية التي لا تظهر للجميع، ما يدل على أن حسن الطالع عادة ما يوافقها في حياتها العامة ولا يوافقها في حياتها الخاصة. برجها الفرعوني سخمت، ومواليد هذا البرج شخصيات حريصة جداً على تحقيق العدالة، وهو ما يجعلهم يحاولون تجنب الخطايا بقدر الإمكان، بالإضافة إلى كونهم شخصيات اجتماعية ومحبوبة بسبب نبل أخلاقهم وأصالة طباعهم. برجها الصيني هو الأرنب، ويولد أصحاب هذا البرج بشخصية لطيفة وكريمة وهادئة، فهم أذكياء بالفطرة ومحبون للأناقة والاعتناء بمظهرهم، وكذلك اعتناؤهم بالتفاصيل في كل شيء يجعلهم ناجحين في حياتهم العملية بدرجة كبيرة. لا يقعون في الحب بسهولة، ولكن عندما يحدث هذا فإنهم سيهتمون بشريكهم جداً ويبذلون كل ما في وسعهم ليصبح الشريك سعيداً. لون عينيها أخضر طبيعي، ولا تضع أي عدسات لاصقة، ولون شعرها الطبيعي بني غامق، ولكنها غالباً ما تصبغه باللون الأشقر. لغتها الأم هي الأفريكانية، لكنها تتحدث الإنجليزية والألمانية بطلاقة، وكذلك اللغتين الهولندية والفرنسية، وقليلاً من البلجيكية والنرويجية والدنماركية. في يونيو حزيران عام 91، عندما كان عمرها 15 عاماً، شهدت تشارليز مقتل أبيها الذي كان مدمناً على شرب الكحول، حيث اضطرت أمها إلى إطلاق النار عليه بهدف الدفاع عن النفس، وذلك عندما أقدم أبوها على مهاجمتها هي وأمها وهو في حالة سكر، ولذا لم توجه الشرطة أي اتهامات ضد أمها. تخرجت في المدرسة الوطنية للفنون في جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا، وهي مدرسة داخلية، ودرست التمثيل في مدرسة الدراما التي أسستها إيفانا شوبك في لوس أنجلوس. حرفتها المفضلة هي التمثيل بنظرية الجدار الرابع. لم تتزوج حتى الآن، وتبنت طفلتين هما جاكسون في 2012 وأوغست في 2015. توجهها الجنسي مستقيم، وليست شاذة جنسياً. في مايو أيار عام 2007، أصبحت تشارليز مواطنة أمريكية، واحتفظت أيضاً بجنسيتها الجنوب أفريقية. وفي نوفمبر تشرين الثاني عام 2008، اختيرت سفيرة سلام للأمم المتحدة. رشحت لجائزة الأوسكار 3 مرات عن أدوارها في فيلم مونستر، وفيلم نورث كنتري، وفيلم بومبشيل، وفازت بجائزة الأوسكار لأفضل ممثلة عن دورها في فيلم مونستر عام 2004، وفي المجمل رشحت تشارليز ثيرون لـ 71 جائزة حتى الآن، حصدت منها 25 جائزة فقط، أشهرها الأوسكار، التي تحتفظ بها في غرفة الجلوس بمنزلها. حصلت على نجمة في ممشى المشاهير في هوليوود يوم 29 من سبتمبر أيلول عام 2005. ممثلها المفضل هو النجم الأمريكي توم هانكس، وممثلتها المفضلة هي النجمة الفرنسية جوليت بينوشي. تقدر ثروتها بحوالي 160 مليون دولار أمريكي، وتعد من الشخصيات دائمة التبرع المالي لصالح الجمعيات الخيرية، وتعمل مع منظمات حقوق المرأة، وتدعم العديد من المؤسسات الخيرية. طعامها المفضل هو الكافيار والكمأ، والشمبانيا والمكرونة، والبيتزا، والبطاطس المهروسة والخبز.
أفضل هدية تلقتها على الإطلاق أن أصدقائها أقاموا لأجلها حفلة عيد ميلاد العام الماضي، حيث شعرت بأنها محبوبة جداً. تحب نظارات الشمس وألوانها المفضلة الأبيض والأسود. تحب فصل الصيف وتعتبره أفضل فصول السنة بالنسبة لها. أكثر صفة تكرهها في الآخرين هي خيانة الأمانة، وأكثر ما تكرهه الظلم والقمع. تعشق السفر والرحلات براً وبحراً وجواً. أكثر شخص تحتقره هو المجرم جورج زيمرمان. أكثر صفة تحبها في الرجل الثقة، وفي المرأة الدعابة. تعتقد شارليز أن أثمن مقتنياتها هي الصور التي التقطتها طوال حياتها. كاتبتها المفضلة هي ألكسندرا فولر، وكتابها المفضل بعنوان لا تدعونا نذهب إلى الكلاب الليلة، ونشر أول مرة عام 2001. صرحت شارليز أن رواية الأمير الصغير من تأليف أنطوان دي سان إكسوبري كان لها عميق الأثر في نفسها. شعارها في الحياة ما لا يقتلك يجعلك أقوى. أفضل نصيحة تلقتها على الإطلاق كانت من والدتها، ومفادها ما لا ترضاه على نفسك لا ترضاه على غيرك. أكثر ما تحب متابعته في التلفاز كل ما يتعلق بالجريمة. أخطر شيء ترغب في القيام به هو تسلق جبل كليمانيارو. شارليز لا تتابع أي شخص على وسائل التواصل الاجتماعي. تتمنى شارليز أن يخترع شخص ما شيئا يجعل الكي أسهل مما هو عليه الآن. موهبتها السرية أنها جيدة جداً في التنظيف. لديها فوبيا من الطيران. مطعمها المفضل سوشي بارك في لوس أنجلوس. فندقها المفضل هو فندق عيسى في منتجع فور سيزونز في جزر المالديف. كانت تتمنى أن تكون لديها موهبة الغناء، وحققت أول ربح في حياتها عن طريق الغناء في إحدى ساحات جنوب أفريقيا. أثناء تصويرها فيلم إيون فلو عام 2005، كادت أن تلقى حتفها بسبب حركات الأكشن البهلوانية المبالغ فيها في نص الفيلم، حتى أنها كادت أن تصاب بالشلل، حيث أصيبت بانزلاق غضروفي في رقبتها. وفي عام 2013، أجرت أخيراً عملية جراحية لتصحيح الفقرات المكسورة. في عام 2005، وهو نفس العام الذي عرض فيه فيلم إيون فلو، لعبت دور البطولة في فيلم نورث كانتري. وكجزء من استعدادها لدورها كعاملة في منجم حديد، ذهبت للعمل في المناجم، وهي إحدى أخطر الوظائف في العالم، وأخذت نوبات متعددة لمدة 12 ساعة، وتأقلمت مع العاملات هناك. على الرغم من النجاح الساحق الذي حققه في المهمات ماكس فوري رود عام 2015، كانت شارليز في الواقع على خلاف كبير مع شريكها في بطولة الفيلم، الممثل الإنجليزي توم هاردي. والأغرب أن ظهور هذا الخلاف أثناء تصوير الفيلم كان متسقاً مع مسار الفيلم ذاته، ولذا كان أحد أسباب نجاحه الساحق، لأنه لم يكن خلافاً مصطنعاً بين بطلي الفيلم، بل كان خلافاً حقيقياً. النجمان لديهما أساليب مختلفة تماماً في مهنتهما. توم مستفز جداً، في حين أن شارليز ليست كذلك. توم يريد تبرير كل شيء سيؤديه في نص الفيلم، في حين أن شارليز تؤدي ما هو مطلوب منها ببساطة. شارليز تعد من الأشخاص الذين يسهل التعامل معهم، ويذكر أنها لا تتأخر على مواعيد التصوير، ودائماً تأتي مبكراً، ومنضبطة جداً في عملها، في حين أن توم ليس كذلك إطلاقاً. في نهاية المطاف، سافرت المنتجة المخضرمة دينايز دينوفي إلى ناميبيا، بهدف التوسط في حل الخلاف الكبير بين بطلي الفيلم. لأجل أداء دورها في فيلم أتوميك بلوند عام 2017، تدربت شارليز لمدة من 2 إلى 3 ساعات يومياً على جميع أنواع فنون الدفاع عن النفس، وذلك لمدة 6 أسابيع قبل بدء تصوير الفيلم. في الواقع، لقد تدربت بجد لدرجة أنها كسرت سنتها، واضطرت إلى إجراء عملية جراحية لإزالتهما مباشرة قبل أن تستأنف تصوير الفيلم. لإتقان دورها في فيلم تولي عام 2018 والتأقلم معه، اكتسبت وزناً زائداً زيادة قدرها 22 كيلوغراماً و680 جراماً تقريباً، مع أنها لم تكن مضطرة لذلك، لأن شخصيتها في الفيلم ليست حقيقية. تأمل شارليز أن تكون وجبتها الأخيرة وعاء مكرونة أو دون، وأن تكون وفاتها على فراشها في هدوء، وترغب في أن يتذكرها كل من يعرفها بأنها كانت شخصية أصيلة جداً.
إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك بالقناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلك كل جديد.